ملاذ بدأت تتحدث مع نفسها مباشرة ونفسها أمرتها بأنها هي تمارس الرياضة، لأنه ممارسة الرياضة حاجة مهمة جدا بالذات للسيدات والآنسات. أنا أتمنى أن فقرتنا الجاية دي تكون محفزة لك بشكل كبير جدا أنك تقتنع أخيرا بضرورة ممارسة الرياضة. أنا محمد بمارس الرياضة من عمر 4 سنين، لكن انت مجرد انت بتدرب ومجرد انت بتنظر بس مع قصار القهوه ما اكثر وكذا. والله الرد حيجي من الساده المشاهدين حيجوك هنا في القناه يوروك. انا من 4 سنين قاعد رايد الحمد لله. شوف انت. طيب لا الحمد لله الحمد لله. تجارب رياضيه ممتازه جدا وجميله جدا للسودانيات في الفتره الاخيره، ونجاح على مستويات ليس فقط على المستوى المحلي وانما على المستوى الدولي وعلى المستوى العربي، خاصه في مجال ركوب الخيل تحديدا. احنا سعداء جدا ان نكون ضيفتنا اليوم الفارسه سلام كمال. سلام مرحب بك وشرفانا ومنورانا اليوم. اهلا كيفكم وشكرا على الاستضافه ومرحب بكم ومرحب بالساده المشاهدين. اهلا بك نورتي. بداية من وين جاء حبك للخيل، ويعني قبل كم بديت ان انت تمارسي ركوب الخيل؟ يلا دي قصة طويلة شوية. فأصلا انا في يعني ناس البيت وكذا من زمان عندهم حب الخيل. يعني انا يعني حفيدة الإمام الصادق، فمن كان او غير انه زمن المهدية كان طبعا في ركوب الخيل في الحرب وكذا. ده الإمام عبد الرحمن لما جاء كان هو جاب يعني خيل من برا وكده عشان يصلح النسل حق الخيل. وحتى نميري لما كان فتح أول مدرسة حقت خيل جدي كان طوالي دخل ناس أمي وخالاتي وكده، حتى كانوا الدفعة الثانية. فنحن عندنا يعني في البيت أي زول حتى لو ما لحد يحسي مشا يعني مستمر في ركوب الخيل بيعرف يركب حصان. يعني لدرجة إنه البيبي لو يتيب 6 شهور ويجوا خلاص عشان بدل يشيلوه كده يشيلوه بالجنبة بنقعدوا في حصان. فأنا ممكن أكون من عمري 7 سنين بديت الخيل. مرت في كل الرياضات، كنت في البداية في النط اللي هو حواجز، وبعدين الكلة والبولو ما استمرت فيه، يعني لسه في البداية ما بقدر أقول إنه بعرف ألعبه، لكن حسي حاليا في الكلة. نعم هتشرح لنا طبعا الكلة وكل التفاصيل زي دي، بس دي رسالة القرابة بالتحديد مع الإمام الصادق المهدي. أنت كنت حفيدته؟ أيوة. نعم. أنا أمي طاهر الصادق المهدي. يا سلام يا سلام. تحية كبيرة لطاهر وتحية كبيرة للأسرة، أفراد الأسرة الكريمة أسرة الإمام الصادق المهدي. تربيته في البيت على حب الفروسية زي ما أنت ذكرت، ويمكن يعني التربية الأنصارية مرتبطة بشكل كبير جدا دائما بالخيل وبالفروسية. ما سألتك عن البدايات، لكن دار أعرف اللحظة الأولى اللي ركبت فيها الحصان الشعور كان شنو بالضبط؟ خفتي منه في البداية ولا قدرتي تعني؟ ما حقدر أتذكر، أنا كنت صغيرة، لكن أكيد طبعا حكون خفتة. الزول ما أصلا في البداية بيكون خايف، يعني أنت حتركب حيوان كبير وإنت ما عارف هو ممكن في أي لحظة يعمل شنو يتحرك كده. يعني اللحظة الشعرت فيها طيب أنه خلاص أنا ممكن أكون فارسة شارك فيه. ممكن أكون لما كبرت شوي بقول عمري 14 سنة، يعني هي ذاتها من عمري 7 سنين ما استمريت لحدي حسي. يعني كان في فواصل، يعني حتى الفروسية لما كنت بديت كان لسه الفروسية عندها مدرسة الفروسية، كان فيها تجي بصات تسوق الناس من البيت، بيكون عندنا زي رسمي اللي هو بنلبس قميص أبيض وبنطلون الفروسية وكده ده. لكن حسي بقى يعني الزول في المدرسة لسه شغالة، لكن ما بنفس الصورة القديمة، يعني إنه فيها ترتيبات وكده ده. فيعني من هو عمري زي 14 أو 15 دي الفترة اللي كنت خلاص فيها بديت الفروسية كأنها رياضة أنا دايرة أمارسها وأواصل فيها. طيب أنت نشأتي في أسرة أساساً بتحب الخيل، وزي ما قلت كل أفراد الأسرة بيمارسوا ركوب الخيل. هل في نشاطات أخرى غير الرياضة اللي أنت نشأتي على حبها أصلاً؟ طبعاً في عيس، في السباحة، ما أقدر أقول حتى غير سباحة يعني. سباحة، تنس، أبوي هو بيلعب تنس، حتى جدي وخيلاني برضو صح. كانوا في التنس. لكن عموما يعني الرياضة عندنا حاجة مهمة شديد. حتى لو ما ركوب خيل أو يعني سباحة، فبيكون الزول هو بتريض يعني كده. نعم الإمام الصادق كان مشهور بحبه الشديد بلعبة التنس. أيوة. الأرضي تحديدا جداً. طيب في مواصفات معينة عشان نطلق على من يركب الخيل لقب فارس أو فارسة، يعني لقب بتصل بعد مرحلة معينة، ولا كل من أجاد هذه الرياضة كل من أجاد خلاص بيبقى يا فارس يا فارسة؟ طب أهم المواصفات المفروض تتوفر في الفارسة
غير انها تكون يعني بتجيد ركوب الخيل، تعني في مواصفات معينه المفروض تتمتع بها ولا بس كده؟ طبعا الشجاعه دي ذاتها، يعني انا اكون واضحه انا جاتني متاخر لانه انا كان للاسف كان في اول منافسه حقت التقاط الاوتاد للنساء في عمان قبل سنتين كده او اربع سنين، فانا كنت في المنتخب بتاع التيم السوداني للبنات، وفي اخر يوم خلاص دارين نتمرن عشان منا اليوم اللي بعده نسافر، انا كنت في نهايه التمرين وقعت وكسرت الترقوه فما قدرت اسافر معهم، فالحاجه دي كانت عملت لي شويه خوف، يعني انه لما رجعت بعديها كان لسه كده ده يعني بكون خايفه، ولسوء حظي مره ثانيه وقعت فيها ذاتها بعد سنتين وكسرتها مره ثانيه، فلحد حسي انا يعني بحاول اتجاوز الخوف ده، لكن بعض مرات يعني هاي الزول بحس انه يعني هي ما رياضه سهله، لازم الزول يكون صحيح. قوي ولازم الزول يكون مركز ويعني هي محتاجه صعبه نوعا. ممكن تشرحها لي ملاذ؟ يعني انت تكون راكب الحصان وماسك اللجام بيد وما ايوه الحربة بيد والحصان جاري باقصى سرعه بقص، لا شفتها طبعا كل يوم شفتها اقصى سرعه يعني. خفتي من الحته دي بعد وقعتي مرتين على لكن حسي كويسة. يلا الفريق هو إنه مثلاً عندنا نط الحواجز، فهو يعني بيكون مقسم لدال وجيم وألف با وتاني، يلا ديل كلهم ستيجز. دال دي بتكون من تقريباً 90 ل100 سنتيمتر الارتفاع، بعدين جيم من 100 ل110 أو 120 ما متأكدة، واخر شيء الف باء دي يعني بتكون للمحترفين. فانا حتى وصلت بس دال، ما استمريت بعد ذاك في جيم، ممكن يعني اركب السدود واحد لكن ما بقدر اتيم كورس ثاني. فدي هي يلا بيكون بيعملوا كورس، انت بتحفظ الكورس كله، يا يعني تمشي بيقول لك ده الاول ده الثاني ده كده، بتنطهم ويلا كله ما، وبعد ذاك تقوم تخلص ال كورس. يلا التقاط الأوتاد ده اللي هو هي أصلا رياضة باكستانية، اللي هي كانت زمن الحرب عندهم كانوا بيركبوا الأفيال. تمام قدامنا على الشاشة نشوف. نعم واصل يا سلام. يلا في عندنا في هناك كان عندهم في الحرب كان بيركبوا الأفيال وبيكونوا شايلين حربة، فبيضعنوا الرجل حقت الفيل عشان الزول الثاني يقع، فكده قامت نشأت منها رياضة التقاط الأوتاد. ويعني ما شاء الله المنتخب السوداني حسي برضو نهنيهم على إنهم دخلوا في التصفيات حقت كأس العالم لالتقاط الأوتاد، فهم جابوا المركز الأول مرتين وحاسي بيقوا حيشاركوا فيها. فيعني التيم السوداني بيجيد كويس شديد صعب، وبالفترة برضو البنات شاركوا في الأردن. أيوة صح كانت في منافسة وهم شاركوا فيها هناك في الأردن. طب أنت حدثينا عن المشاركات الخارجية اللي أنت شاركت فيها. أنا ما عندي مشاركة خارجية، يعني كان بس ياهو كانت في الفرصة حقت أول منافسة للسيدات وما قدرت أمشي، لكن ما عندي مثلا يعني حاجه مشيت لها شاركتها، ممكن اكون مشيت برا ركبت خيل لكن ما كمنافسه او كده. طيب رياضه قفز الحواجز دي الناس مرات بتحضرها كده وبتستغرب شويه، الحصان ده بشوف الحاجز بنط براو ولا في حاجه بيعملها الفارس ولا هو طبعا ايوه لما نشوفها هو طبعا لما نشوفها بنط براو، لكن اكيد طبعا الفارس فوق لازم يكون عنده يكون عنده كنترول، يعني انت بتكون ماسك اللجام وبتكون برضو ضاغط برجلينك، فيعني حتى بعد المرة بيقول لك انه لما تنط من بدري يقوم يقول لك انه انت شي فيك ده. نعم. لانه انت بتكون لسه اول شيء انت مفروض تحسب الخطوات، يعني بتكون حاسب انه انا السد الجاي ده في 4 خطوات حنطه، فممكن الزول من 3 يشفك يضغط الحصان بيقوم الحصان ينط، فيعني الفارس ذاته هو اللي عنده الكنترول الكامل على الحصان. طب عندك خيل خاص بك اسمه صميم، حدثين عنك. طيب اول حصان لي كان اسمه صافن، كان في 2016 وعلاقتي به كانت قويه شديد، هو كان اول ياهو حصان لي وكان لونه كله اسود بس عنده في ظهره شويه بتاعت ابيض، فحتى لما كان جاء عشان يموت كان خلاص انا قالوا لي تعالي الاستبل، وجيت الاستبل وكان راجد في الشاشه ده يا سلام. ايوه بس ده هو، فكان راجد في الارض
وبعد ذلك قاموا مشوا عشان يشوفوا ما عمل أي حركة. فأول ما أنا مشيت خلاص عشان يعني أطبطب عليه وكده قام عضاني يعني لسه كان بيلعب معي لحد آخر لحظة. في النهاية قام مات. بعديها يا هو جبت صميم، صميم ده قعد معي حسي هو يعني ما شاء الله 7 سنين. والحاجة اللي يعني بفخر بها هي إنه هو حسي بطل الجمهورية كشالة كم مرة وهو في قفز الحواجز يعني ما بركبه أنا، لكن الزول اللي بركبه ما شاء الله يعني دائما بيحرز به والمركز يعني ما بيطلع من الثلاثة الأوائل. فهو حسي من الحصين المتمرسة جدا في قفز الحواجز. جميل. الخيل بيقولوا بتحسه بتشعر بيكون لازم تخلق علاقة عاطفية بينك وبينه عشان يقدر طبعاً. هو يديك الحاجة دي بتجي كيف يعني كيف بتقدر تخلي الحصان يحبك عشان يجي في المسابقة المعينة يديك أكتر حاجة يعني. ما طبعا هو لازم يكون أول حاجة في الحاجة دي بعض مرات أنا مثلا عن نفسي قلت بحبز إنه أشتري حصان ما فرصة، لأنه الفرسات برضو إنه عندهم يعني مثلا يوم بتصحى تكون مادة ما نفسها تنط يوم كده يعني بتكون ياها مودي يعني حتى الفرسة برضو عندها نفسيات مرات. طبعا سكتة ما دار علق الموضوع ده خالص. أنا زي ما حبيت أذكر إنه زي البنات لكن فبس لكن ياهو كده لكن الخيل طبعا انت لما تركبه مده طويله وتكون بتمشي له وهو ذاته الحصان بيعرف من ما انت تركبه انت يا تو زول واذا خايف ولا ما خايف. فياها بالايام بيقوم الحصان بيتعود عليك وحتى بيقولوا انه الحصان بيشيل طبيع سيده. كلمينا عن طريقه عنايتك بصميم، عنده نظام غذائي معين بتمرن في اوقات معينه ولا في زول مهتم به ولا تفاصيله شنو؟ يلا طبعا هاي في شيلي ده يعني احب اشكره شديد، هو معانا من زمان شديد، هو اللي كان ماسك الخيل حتى في الصوره كان قبل شويه جابوه. فهو المسؤول من الحصان، كل شيء عن الحصان، اكله شرابه كل نعم. شيء موجود معانا في الصوره الان. ايوه بس الماسك الخرطوش ده. طيب ما شاركت قلتي في أي مسابقة خارجية؟ لا. بتخططي للمشاركات بعد تجهزي نفسك لأنك أنت تشاركي؟ طبعا أكيد في التقاط الأوتاد يعني واحدة من تاني التقاط الأوتاد تاني من الأهداف حقتي طبعا هي لا. أني أقدر أمثل السودان في التقاط الأوتاد برا يعني إن شاء الله. سر تميزنا في, 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 في الرياضة تحديدا شنو يا سلام؟ تميزنا كسودانيين صحيح. المنتخب السوداني أول شيء أصلاً يعني الرجال السوداني معروفين بالشجاعة، وأنا عندي يعني خالي هو الحسي مستمر فيها اللي صحيح. هو عبد الرحمن نعم. هو يعني ما شاء الله ما في وقت بيجلي ولا يكون في غلط من الحصان صحيح. حتى ما غلط نعم. منه. فهم التيم كله اللي هم شبالي ودكشة وحاتم، حاتم ده المدرب حق يعني بقدر أقول إنه هو دربني، ديل كلهم غير إنهم بيركبوا من زمان شديد فهم بيجوا خلاص واثقين في الحاجة دي يعني بيعملوها كحاجة من غير تفكير يعني. فهم قد يعني يتمرنوا لحد ما بيجوا حاجة حسي بيمارسوها طوالي ما عندها ما 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 خايفين ما كده، بالعكس واثقين من نفسهم. صحيح. تحية كبيرة للحبيب عبد الرحمن الصادق المهدي والمجهود الكبير اللي بيبذلوه صراحة فيما يتعلق بمجال الفروسية بشكل عام ورياضة التقاط الأوتاد. يمكن آخر زي ما ذكرت أنت قبل قليل تنظيم تصفيات هنا في السودان بمشاركة عدد كبير جدا من الدول والحراك الكبير في هذه الرياضة تحديدا وظهور عدد من الفرسان، والجميل برضو يا ملاز ظهور عدد من الفارسات أيضا في هذه الرياضة. وإن شاء الله نشوفك أنت مستقبلا برضو تجيب لنا ميداليات وتحقق إن شاء الله. بس ما حتى جاي لا أي إن شاء الله. لكن عموما الخيل ما بس حسي يعني عند الأنصار، برضو بقدر أقول عندنا أهلنا في الغرب برضو الخيل بالنسبة لهم حاجة مهمة شديد يعني حتى بيكون كل بيت فيه حصان فهم بيفتكروا إنه دي حاجة بتجلب لهم الخير والحظ والكذا يعني. لكن في اتهام برضو من ناس كتير جدا إنه الخيل أو الفروسية تحديدا هي خاصة بالطبقة الراقية أو الطبقة الأرستقراطية، فهل الاتهام ده صحيح؟ أبدا ما صحيح نهائي. ممكن يكون برا السودان الحاجة دي بتلاحظي دائما أي برا السودان إنه بتكون لها طبقات معينة، لكن هنا في السودان ما عندها حاجة زي دي. حتى لما كان نميري بدأ المدرسة كان الاشتراك عادي يعني، وحتى ناس أمي في التيم حقهم
كان في ناس من مختلف الطبقات يعني. ده غير انه هي ذاتها الفروسية الموقع حقها في السجانة جنب الديم، فيعني بتجلب كل الناس اللي حوالين هناك. ما عندها علاقة بطبقة وكده. الطبقة الحاجة الوحيدة اللي ممكن تساعدك في ركوب الخيل انك تقدر تشتري حصان، لكن غير كده ما في فريق بين. نعم، حتى على مستوى الأطفال وصغار السن برضو بيجوا يحبوا الفروسية، وشايفين الآن يعني حراك كبير جدا منهم. أيوة أيوة صح. أنا حسي عندي زوجة عمي هي دخلت ركوب الخيل عمرها 30 سنة، فحسي ما شاء الله يعني بتمثل السودان خارج في الخارج، وعندها خيل برا السودان وبتركب برا. فيعني هو ما عنده عمر ولا عنده، بس الزول لو عنده الشغف والإرادة طوالي بيقدر يستمر فيه. يعني ما لازم ممكن تبدي. أي طوالي تنصحيها. جاهزة خلاص، عندك مدربة جاهزة. بس خلاص تمام، اتفقنا. أكيد أكيد. سلام، يعني قلت إنه منذ الصغر بديتي بركوب الخيل، الحاجة اللي غيرتها في شخصيتك لما كبرتي في الموضوع ده وواصلتيه من وانت طفلة صغيرة 14 سنة لحد ما الآن دارة تبقي بطلة بتمثل السودان، ويمكن دي صورة لك وانت؟ لا دي يلا دي الصورة حقت بتخالي اسمها إنعام عبد الرحمن. نعم. فدي اللي كنت ذكرتها انه احنا ان البيبي من يصل 6 شهور بخطوه طوالي فوق الحصان كده. ده يعني حصل لنا كلنا. نعم آي. تمام. اكثر حاجه غيرت في شخصيتك ركوب الخيل؟ طبعا الزول لما يكون راكب الحصان بيكون حاسس بهيبه ما طبيعيه، لانه انت بتكون حاسس بشجاعه وبكده، فهي اكيد بتكون يعني خلتني اكون واثقه من نفسي اكثر وزادت فيني الشجاعة. ده غير انه يعني لانه في السودان ما في فارسات كتار يعني، فالزول لما انا اجي واقول انه انا فارسة وكده، فالحاجة دي بتكون بالنسبة لي اضافة انه حاجة كويسة وحاجة حلوة وكده. قالتوا الاضافة الجديدة حتكون لكم الفارسة ما لازمها. طبعا والله. سلام، نورتينا وشرفتينا كثير اليوم، سعدنا جدا باستضافتك، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله المره الجايه تجينا وجايب لنا ميداليه للسودان من برا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لكم على الاستضافه شكرا لك.